ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أوصيكم بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد. مما ينبغي أن يهتم له المسلم ويعتني به أن يحافظ على دينه، فإن الدين رأس المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للخروج على الوالي قال: من أتاكم وأمركم مجتمع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. وهو من فإنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء. هذا الميراث العظيم الذي يتناقله حال الإنسان حال ما ينتهي من هذه الدنيا، فيحسن بالإنسان أن يفكر في هذا الوضع ويستعد له قبل حصوله بتوبة من الذنوب وقضاء حقوق العباد واستحلال من أساء إليهم وعرف إساءته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.